أم صخر لم تكن لتأتي المحكمة وترفع قضية فسخ عقد الزواج لولا تقصير زوجها معها ومع طفلها الوحيد وعدم إيفائه بنفقتهما إلا ما ندر وبالشيء اليسير وعدم تسديد إيجار المنزل بحجة عدم صرف الرواتب وصعوبة الحصول على مصادر دخل أخرى بسبب الحرب والأزمة القائمة في البلاد. أنا قد الآن في المحكمة من انقطاع الرواتب وأنا طالب زوجي بالنفقة، تعبت الصدق لا معي أجرة المسكن ولا نفقة لولدي، حتى ولدي الآن عمره 7 سنوات ما دخلته مدرسة بسبب انقطاع الرواتب، وأنا أطالب الآن زوجي بالنفقة وهو ما استجاب لحكم المحكمة ولا أعطاني نفقة، ولهذا أطالب بالفسخ. مصدر قضائي أكد ارتفاع نسبة حالات الطلاق والفسخ داخل المحاكم في صنعاء وحدها خلال العام الجاري بشكل كبير مقارنة بما تم تسجيله في العام الماضي 2016، حيث سجلت إحدى محاكم العاصمة لوحدها منذ بداية العام الجاري أكثر من 560 حالة فسخ وطلاق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الكثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات وتركهم أسرهم ومغادرة المنازل نهائيا. تكاثرت مواضيع المشاكل الأسرية والفتن الأسرية والحالات الأسرية نتيجة التفاقم وعدم الإعطاء المعاشات وعدم الوجود وعدم 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 والكثير من هذه الأشياء اللي لا أقدرش أحدد شيء ما بعينه. من هنا تفاقمت المشاكل الأسرية حتى وصلت للمحاكم وكثرت على ما رأينا الآن، كثر موضوع حالة الفسخ وطلبة الطلاق والخلع وبالآخر. الأرقام الصادمة عن ارتفاع نسب الطلاق والفسخ في أوساط الأسر اليمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى أعادها مختصون في علم الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية عامة التي يعاني منها المجتمع، خصوصا البطالة وارتفاع أجور السكن وعدم صرف الرواتب وانعدام الأعمال وتسريح الآلاف من الموظفين من أعمالهم جراء الحرب التي تقترب من عامها الثالث. تصاعد حالات الطلاق والفسخ والخلع هنا في اليمن حسب مختصين سيزيد من التفكك الأسري والاجتماعي إذا لم يتم وقف الحرب وتجاوز الأزمة وتحسين أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية. عبد الكريم الشيباني، الحرة، صنعاء.